أكبر المحيطات في العالم تتكون من قطرات صغيرة من الماء، وأعظم الإنجازات هي التي تبدأ بفكرة بسيطة ثم تكبر مع مرور الوقت. فكرة كانت حلم شخصي فأصبحت اليوم واقع جماعي. تحية لكم من أسرة برنامج الحي يحييك، وأهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام متابعي قناة سند الفضائية. ضيف الحلقة اليوم هو شخصية آمنت بطموحها ورغبتها في مساعدة الشباب، تقلد العديد من المناصب الإدارية وقاده الاهتمام لتأسيس مبادرة مجيد. ضيف هذه الحلقة من برنامج الحي يحييك هو المهندس المبدع أحمد السيابي. مهندس أحمد، أهلا وسهلا فيك في برنامج الحي يحييك. أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة، وأبارك لقناة سند اهتمامها بكادر الشباب الذي هو العمود الفقري لأي مجتمع. طيب مهندس، نبدأ كذا مع البدايات، أيام المدرسة والذكريات. والله بدايتي ما فيها شيء متميز في المدرسة، بداية أي طالب شقي وأي طالب يعني يحاول أنه هو يعني يثير يعني يظهر حيويته وعن فنانه وشغفه وغيره. والحمد لله رب العالمين، يعني الوضع الدراسي يعني كان يسير بشكل جيد حتى وصلت إلى المرحلة الأول ثانوي. في مرحلة الأول ثانوي صار تحول في حياتي الشخصية بسبب بعض الظروف المجتمعية، ما تمكنت من مواصلة الدراسة إلى الثاني ثانوي والثالث ثانوي وكذا، فاضطريت أني أنا أخرج من الدراسة وألتحق بوظيفة حكومية. من هناك بدأ انطلاقتي واهتمامي بموضوع التوظيف وكل ما يتعلق بالموظف. أول وظيفة تقلدتها كنت موظف بسيط في إحدى المؤسسات الحكومية، وتوظفت بوظيفة بمؤهل الثالث الإعدادي. لكن بغض النظر عن مستواك الدراسي، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، كل ما تحتفظ فيه بداخلك هو ما يثيرك، يعني تشعر مثل كالبركان هو اللي يقوم يعني تنبيهك، هو الذي يدغدغ يعني أجهزة الاستشعار عندك في داخلك، وهو الذي دائما يلفت انتباهك إلى كثير من الجوانب والسبب الرئيسي الذي يفتح لك كثير من الأبواب. وأنا أتكلم طبعا من واقع تجربتي الشخصية، الحمد لله رب العالمين على أي حال، من خلال عملي في المؤسسة الحكومية واصلت دراسة المسائية، حصلت على الثاني ثانوي وحصلت على الثالث ثانوي، وكان تقدير الحمد لله رب العالمين مشرف. يعني مستواي الإداري في المؤسسة الحكومية اللي كنت أشتغل فيها كان مشرف، وبفضل الله تعالى حصلت على منحة دراسية عن طريق الحكومة لاستكمال دراستي الجامعية خارج السلطنة، وهذا بحد ذاته مؤشر على أنه العثرات التي يتعرض فيها الإنسان ما تعتبر حكم لمستقبله، يعني عمرها العثرة ما تحكم مستقبلك إيش بتكون فيما بعد، ما دام الإصرار موجود هناك وما دام الرغبة موجودة لتطوير الذات إلى مستوى أفضل. حصلت على فرصة لمواصلة الدراسة الجامعية خارج السلطنة على نفقة الدولة، ومن ثم رجعت وبديت أتولى بعض المهام العمل بمستوى يعني أعلى من السابق. بعد ما رجعت مباشرة بدأت أكتب في مجال تخصصي اللي هو تقنية المعلومات، وفي نفس الوقت طبعا كنت أشتغل في إدارة الموارد البشرية من أول ما توظفت في المؤسسة الحكومية. ومن ثم عرضت علي جريدة الوطن خلال هذه الفترة تخصيص عمود أسبوعي للكتابة. نعم بالضبط بالضبط. طيب إيش سر تعلق المهندس أحمد بالحاسب الآلي وتقنية المعلومات؟ والله شوف، هي يعني إبداعك في أي مجال يعني تحكمه مجموعة من العوامل. أولا يمكن بسبب الموروث، أن أي إنسان له موروث وكل إنسان موروثاته تختلف، وهي التي تساهم في إطلاق الشرارة البدائية أو المبدئية التي ستحدد مسارك فيما بعد. ثاني شيء المجتمع اللي أنا كنت عايش إنه يعني أحيانا أنت تكون في مجتمع تشعر فيه برغبة للانطلاق، رغبة للعمل، رغبة للقيام بعمل يستمتع فيه الآخرين. تقنية المعلومات كانت من أفضل الأشياء اللي كانت مثيرة للإعجاب في المجتمع كله،
وكل الناس يعني يشعروا بنوع من السعادة عندما يتفاعلوا مع تقنية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وكذا. وهو هذا اللي دفعني أنا أني أنا أهتم بهذا الجانب وأقوم بتصميم بعض البرامج لبعض الأشخاص تساعدهم في إدارة أعمالهم وكذا. فكان مثير للاهتمام يعني هذيك الفترة، كان تقنية المعلومات بادية تغزو العالم، وطبعا نحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وبدأوا الناس يستمتعوا بحاجة اسمها تقنية المعلومات. لذلك أنا ركزت اهتمام كثير في هذا الجانب وبديت عاد أهتم. وحتى كانت دراستي كانت في هندسة الشبكات والاتصالات، وطبعا كمان نحن العالم كله عاش هذه الثورة، ثورة الاتصالات وكذا. طيب مهندس، اشتغلت في عدة أماكن، أي واحد من هذه الأماكن هو الأقرب لقلبك؟ والله أقرب مكان إلى قلبي هو المكان الذي أعمل فيه الآن. يعني أنا أعتقد يعني بغض النظر عن الفترة الزمنية والأماكن اللي اشتغلت فيها والوظائف اللي أنا مريت عليها، أنا أعتقد أن المكان المناسب هو المكان الذي أعمل فيه الآن، لأنه مثل ما تفضلت أنت في المقدمة ذكرت على أنه كان أحد الأحلام والطموح اللي أنا كنت دائما أتمنى أني أحققها. العمل التطوعي من الأعمال اللي المحببة جدا إلى قلبي، وقمت بأعمال كثيرة سابقا بفضل من الله تعالى ومساعدة المخلصين، بأعمال تطوعية الحمد لله رب العالمين نجحت. والآن يعني يمكن حب مساعدة الآخرين، الحب من التقرب من المجتمع، الحب من التقرب من كل الناس، هذا كمان ليه دور يرسم كمان أحلامك وطموحاتك أنت كفرد. بنرجع نكمل اللقاء، ولكن الآن أعزائي المشاهدين سنخرج في فاصل إعلاني. في مراحل إنتاج المحاصيل الزراعية يتم استخدام المبيدات الزراعية، فاحرص على غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل الأكل حفاظاً على سلامتك، مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة. عدنا من جديد متابعينا الكرام ونستكمل الحوار مع المهندس أحمد السيابي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. نتكلم الحين عن مشاركاتك في المؤتمرات، ما شاء الله اللي عرفته أنه لك الكثير من المشاركات، كلمنا أكثر عن هذه المشاركات. فعلا أثناء فترة عملي شاركت في كثير من المؤتمرات والمشاركات والمساهمات، يمكن أبرز مشاركة كانت في مشاركة قطر عندما قدمت ورقة عمل عن كيفية تكييف الجرم الإلكتروني في الدول التي ما يحكمها أو ما ينظمها قانون في الجرائم الإلكترونية. أنا قدمت هذه ورقة العمل هذه في خلال الفترة اللي كانت السلطنة يعني لم تعمل بقانون الجرائم الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية، حتى قبل الاعتراف بالتعاملات الإلكترونية وتنظيمها وكذا. فكانت الجرائم الإلكترونية فقط مادة في قانون الجزاء العماني. فكانت ورقة العمل تتحدث في كيفية تكييف الجرم الإلكتروني. يعني أنت كمؤسسة قضائية، أنت كقاضية مثلا أو ادعاء عام مثلا أو شرطة، أنت كيف تكيف هذا الجرم إنه هو جرم إلكتروني أو جرم تقليدي؟ ما هي المعايير اللي أنت تسير عليها؟ لأنه الجرم الإلكتروني والجرم التقليدي يختلف اختلاف كبير جدا بما فيها الحكم. يعني أنت ممكن تقوم بعملية تزوير تقليدية تصل للعقوبة يمكن إلى سنة، وممكن تقوم بعملية تزوير عن طريق استخدام الحاسب الآلي تكيف أنها جريمة إلكترونية يمكن سجن 3 سنوات. فهنا الفارق هذا هو اللي يعني عامل، كان الحقيقة كانت عامل إشكالية على اعتبار أنه هناك ما في معايير معينة يتم استخدامها. طبعا 130 دولة شاركت في المؤتمر، وهذه كانت في الحقيقة يعني كانت أول مشاركة إلي بهذا المستوى خارج السلطنة، والحمد لله رب العالمين ورقة العمل حازت على اهتمام كل الدول المشاركة. والجهة المنظمة اللي هي المنظمة العالمية للاتصالات هي المنظمة لهذا المؤتمر، وجهت رسالة شكر إلى حكومة سلطنة عمان من خلال المؤسسة الحكومية اللي كنت اشتغل فيها. رئيس المؤسسة طبعا بالمقابل وجه لي كلمة شكر والحمد لله.
طيب نعرف انه مثل هذه المشاركات دائما نضيف للشخص، ايش اضافت لك هذه المشاركة؟ هذه المشاركات اضافت لي جانب مهم جدا ونقطة مهمة جدا، يعني كوني انا يعني خلال هذه الفترة يعني علميا مستواي عادي، وظيفيا منصبي عادي، علميا مستواي طبيعي، لكني حققت إنجاز، أنا أعتبره إنجاز لما أنت تقدم ورقة عمل في مؤتمر تشارك فيه 130 دولة وأنت بهذا المستوى الذي يعتبر من المستويات العادية جدا في المجتمع. فمعنى هذا الكلام أنه نحن عندنا طاقات أكبر بكثير مما نحن متصورين، والمجال مفتوح إذا نحن فعلا تمكننا من توظيف هذه الطاقات في مكانها الصحيح وفي توقيتها الصحيح وتستهدف الشريحة الصحيحة. فمعنى ذا الكلام أن نحن عندنا القدرة في تقديم ما هو أفضل مما نحن متصورين أو ما معتقدين. من خلال هذا المبدأ الذي آمنت فيه واكتشفته من خلال هذه المشاركة بدأت في العمل، وهو هذا السبب الرئيسي والأول في تحقيق الإنجازات اللي جات فيما بعد. نتكلم الحين عن الصحافة، عمود في الوطن، كلمنا أكثر عن المحتويات هذا العمود. والله مشاركتي أنا في جريدة الوطن كانت طريفة حقيقة، يعني بعد ما عدت من دراستي في مجال تقنية المعلومات صرت أهتم أكثر بهذا الجانب من المجال اللي كنت أشتغل فيه اللي هو الموارد البشرية، وعلى أساس أني أنا يعني أظل أحتفظ بالمعلومات والعلم والدراسة اللي أنا يعني استلهمتها من خلال الدراسة، قمت بكتابة بعض البحوث في مجال تقنية المعلومات وبعض الإشكاليات الموجودة عندنا في المجتمع المحلي، فوضعت بعض الحلول ووضعت بعض المقترحات وعرضتها على جريدة الوطن على أساس أنه يعني كان حديثي معهم على أنه إذا تشوفوا هذه البحوث وهذه القراءات يعني تستحق النشر كان أنشروها. أتذكر يعني الأخ يعني خلفان الرحبي كان هو المسؤول عن القسم الاقتصادي، فأخذ المقالات طلع عليهم كذا فترة بعدين قال لي لحظة شوي أنا برجع لك، راح وغاب تقريبا 40 دقيقة ورجع بعد غياب 40 دقيقة وقال لي يا أخي إيش رأيك نخصص لك عمود في جريدة الوطن. قلت له أنا ما جاي على أساس أن أنا أبحث عن عمود، أنا جاي على أساس أنه جبت هذه الدراسات، إذا أنتم تعتقدوا أنه ممكن حد يستفيد منها كان تفضل نشر. قال هي نحن نعتقد أنه مستواها يستحق ويرقى لدرجة أنه نحن ممكن نخصص لها عمود في جريدة الوطن، وفعلا جريدة الوطن مشكورة قامت بتخصيص عمود اسمه نقرة اللي هو كليك، وكان عمود أسبوع كل يوم ثلاثة وظليت أكتب فيه لمدة 3 سنوات حتى انتقلت من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. جميل. طيب الحين خلنا نتكلم عن مبادرة مجيد، كيف جاءت الفكرة، فكرة أنه يكون فيه مبادرة اسمها مجيد؟ والله هو يعني فكرة مجيد هو مزيج من مجموعة من العوامل توافرت في, 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 في وقت واحد، ويمكن أنا يعني قناة سند هي الأول يعني وسيلة إعلامية أنا أصرح فيها عن يعني عن الشرارة التي أطلقت مجيد. لأن هذا حصري للقناة. وأنا حقيقة يعني أنا أكلمك بكل شفافية إنه أنا ما صرحت بهذا الكلام مسبقاً. حبي لعمل العمل التطوعي في المجتمع وخدمة المجتمع، وبالإضافة إلى تخصصي الدراسي في مجال تقنية المعلومات وخبرتي السابقة في إدارة الموارد البشرية وتجاربي السابقة في عملية البحث وتحري المشكلات وطرح الحلول وكذا، جمعتها كلها مع بعض في إطار واحد، واللي حركها أنه خلال هذه الفترة أنا كنت أصلاً أبحث عن وظيفة، ما لأن أنا كنت باحث عن عمل، أنا كنت في وظيفة ممتازة وكنت وظيفة جيدة والحمد لله رب العالمين مرتاح وظيفياً ومرتاح مادياً من هذا الجانب، لكن دائماً يبقى الطموح عند الإنسان أنه هو يعني يرتقي بنفسه إلى مستوى أفضل، لأنك أنت أحياناً تعتقد أنه أنك أنت تستحق أفضل مما أنت تحصل عليه الآن. فظليت قلت أنا خليني أشوف سوق العمل، أبحث عن مستوى وظيفي أفضل من المستوى اللي أنا موجود فيه، وبدأت في البحث في البحث في البحث، دخلت المواقع، دخلت المنتديات اللي تطرح وظائف، تصفحت الجرائد، وظليت على هذا الوضع يمكن لمدة شهر. حقيقة ما وجدت الوظيفة اللي أنا أطمح فيها لمجموعة من العوامل، يا اختلاف في المؤهل أو اختلاف في الخبرة أو اختلاف في التخصص، المهم على أي حال تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. هنا بدأت الشرارة في التفكير عن وضع الباحثين عن العمل،
طيب إذا كنت أنا اللي عندي المؤهل الدراسي وعندي الخبرة وعندي الشهادات وعندي مشاركات وكذا، وأنا أواجه صعوبة في الوصول إلى الوظيفة اللي أنا أبحث عنها، الباحثين عن عمل كيف وضعهم؟ الآن الباحث عن عمل مخلص دراسته وين يبحث عن الوظيفة؟ وين يحصل هذه الوظيفة؟ إيش المصادر اللي هو يعتمد عليها للوصول إلى الوظيفة؟ فبدأت في عملية البحث عن هذه المشكلة، وضعت استبيان إلكتروني شارك فيه أكثر من 4000 شخص حول الكيفية أو الآلية اللي استخدمها الباحث عن عمل في الوصول إلى، وجدت أنه الباحث عن عمل يعني مسكين يعيش حالة من يعني حالة من عدم يعني الشعور بعدم وجود هناك مصدر يعني متعارف عليه. فطبعا هناك في مؤسسات حكومية تعنى بهذا الموضوع بطبيعة الحال، وليها كمان إجراءاتها وليها آلياتها وليها كذا، بس كذلك الباحث لازال كان يعاني من بعض القصور أو بعض يواجه بعض الصعوبة في عملية الوصول إلى الوظيفة. فبدأت في التفكير في بناء منصة إلكترونية، وقمت بالعمل فيها وقمت بالتخطيط على لبنائها، وفعلا الحمد لله رب العالمين بدأنا بالتصميم. طبعا أنا كنت دقيق جدا، وأنا طبعي أساسا يعني حتى في شخصيتي أنا دقيق جدا في كل شيء. بدأت في التفكير بالمشروع من الألف إلى الياء، بدءا من الاسم مرورا بآخر مرحلة أنت ممكن تتصورها. دائما عندي بعد نظر، حطيت بعد نظر لهذا المشروع بحيث أنه اليوم راح يبدأ كمشروع تطوعي، يبدأ نواة، يبدأ صغير، يبدأ كبير، بكرة ينجح أو ما ينجح بغض النظر عن هذه الاحتمالات المتوقعة، وطبعا كل الاحتمالات متوقعة، لكن لازم يبدأ البناء صحيح. وبدأ البناء صحيح من اختيار الاسم، اسم مجيد، والحمد لله رب العالمين يعني حصل على تقبل كبير في المجتمع. مجيد مأخوذة من الإجادة، وطبعا أنا استلهمتها من النطق السامي لوالدنا السلطان حفظه الله تعالى ورعاه، عندما استبدل مصطلح الموظف المميز بالموظف المجيد. فأنا كنت أفترض على أنه أي شخص يتوظف من خلال هذه المنصة يعتبر موظف مجيد، وأن كل موظف عماني سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يستحق أنه يكون موظف مجيد، وإذا كان ما يستحق أنه يكون موظف مجيد يجب أن يكون موظف مجيد، لأنه المرحلة القادمة، المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، نحن محتاجين إلى إجادة في العمل لنبني هذا الوطن، لنبني هذا البلد. وبديت المنصة في العمل، وبدأت بشركة اللي كنت أشتغل فيها، اللي كنت ناوي أصلا أخرج منها إلى شركة أخرى، إلى مؤسسة أخرى. طرحنا الوظائف المتوفرة عندنا، والحمد لله رب العالمين بدأنا في استقبال الطلبات، وبدأت مرحلة تطوير المشروع إلى مستويات أفضل من كذا. جميل. نتكلم عن ردة فعل الناس، كيف كانت تجاه المبادرة؟ والله ردود فعل الناس دائما متباينة في أي عمل أنت تقوم فيه، سواء كان على الصعيد الشخصي أو الصعيد الأسري أو الصعيد الوظيفي أو الصعيد المجتمعي. دائما خذها قاعدة، عندما تقوم بأي عمل ردود أفعال الناس دائما تختلف. فبطبيعة الحال هناك من استنكر، هناك من قلل من شأن الفكرة، هناك من تحمس للفكرة، هناك من رفع سماعة الهاتف وتواصل معي لدعم الفكرة معنويا، هناك من 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 عرض المادة للدعم. فبطبيعة الحال ردود الفعل دائما تكون متباينة. نتكلم الحين عن مجال آخر اللي هو التصوير والمهندس أحمد، كيف علاقتك مع التصوير؟ والله علاقتي مع التصوير علاقة جميلة، وحقيقة أنت يعني الآن يعني أزلت الغبار مثل ما يقول عن هذا الموضوع. أنا حقيقة أنا مقصر كثير في هذا الجانب، ويعني أنا فترة من الفترات كنت أصور وكنت مهتم بالتصوير، وحتى لحد اليوم عندي أحدث المعدات وأرقى المعدات الموجودة اللي ممكن تتصورها ومتوفرة في السوق. التصوير بدأ عندي أنا كتذوق، كاستمتاع. يعني التصوير أو الصورة الناجحة أنا أعتبرها كنت نوع من أنواع التعبير عن الجمال، وبطبيعة يعني الشخصية أحب الجمال، أتذوق الجمال، جمال الكلمة، جمال الصورة، جمال الرائحة، جمال كل شيء. فالتصوير واحد من الوسائل اللي كنت أنا أعتبرها للتعبير عن الجمال اللي موجود حوالينا.
فبدأت أصور بكاميرات طبعا بسيطة وكذا، ومن ثم مع مرور الوقت كنت أعرض أعمالي طبعا على المحيطين، ويقول مثلا لعماني العوار وسط العميان شيخ. فبالتالي على حال كان المحيطين كانوا دائما يدفعوني بالكلمة، والكلمة يا أخي ليها تأثير كبير ترى يا أخي، الكلمة ليها تأثير كبير في دعم. ومن ثم عاد التحقت فيما بعد، بعد طبعا تشجيع الأخوة والزملاء والأصدقاء، التحقت بالجمعية العمانية للتصوير الفوتوغرافي في عام 96، وكان لي الشرف أني أنا أكون من أوائل الناس اللي التحقوا بالجمعية، طبعا من خلال مشاركتي في الجمعية ومن خلال الدعم اللي كنا دائما نحصله من الجمعية. كنا نشارك في معارض محلية ومعارض دولية، وحصلت على عضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الفوتوغرافي كذلك، وبعدني مستمر في التصوير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نتكلم عن الأهداف القادمة اللي يود المهندس أحمد تحقيقها. الأهداف القادمة أنا أحاول أن أصب الاهتمام كله في مشروع مجيد، لأن مشروع مجيد أنا أعتقد أنه هو مشروع استثماري مهم، وأنه أنا أعتقد أنه هو ساهم بشكل أو بآخر في مساعدة شريحة كبيرة من الباحثين في الحصول على عمل، وأنا أعتقد أنه هذا المشروع جالس يغطي جزء يمكن قد يكون مفقود في هذا الجانب أو في هذا القطاع، في قطاع التوظيف وكذا. طبعا عندنا المؤسسات الحكومية قائمة بدور كبير، وقائمة بدور نحن نحترمه ونقدره، لكن أنا دائما أقول أنه يعني ما يمنع يدين يشتغل أفضل من يد واحدة، وثلاث أيادي أفضل من ثنتين، والعشر أيادي أفضل من التسعة. دائما أقول أنه كل ما كان عندنا القدرة لتقديم شيء لهذا المجتمع فخلينا نحن نقدمه. فبالتالي أنا أحاول أن أنا أركز في هذا المشروع بحيث أنه يظهر بصورة أفضل من ما نراه الآن، مع العلم أنه المشروع جالس يتطور وجالس يعني يكبر بشكل أفضل من كذا، لدرجة أنه بدينا نستقبل عروض من مؤسسات من خارج الدولة، شركات تبحث عن موظفين عمانيين، شركات ترغب في طرح وظائف في السوق العماني، فكانوا يحاولوا أن هم يستخدمونا نحن كقناة دخول أو كقناة وصول للمجتمع، على اعتبار أنه من أكبر المشاريع المتخصصة في مجال التوظيف. رسالتك الأخيرة للمتابعين الكرام. رسالتي الأخيرة للمتابعين الكرام لهذا البرنامج الطيب، أنا أعتقد أنه قدراتنا وطاقاتنا وكفاءاتنا أكبر من بكثير من ما نحن نعتقد. في داخلنا دائما كنز مدفون في داخل كل إنسان، أنت يجب عليك أن تتميز بالجدية وتتميز بالمصداقية أمام نفسك وأمام المجتمع، وتتمكن من استخراج هذا الكنز. داخل كل إنسان طاقة قوية جدا يفترض أنه هو يستغلها، ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء أنا لم يعني اليوم واجهت صعوبة في مواصلة الدراسة بسبب ظروف معينة، ما معناته أن الدنيا توقفت. الدنيا لا تتوقف أمام أحد ولا تتوقف من أجل أحد، الدنيا تسير والقرار عندك، هل تسير معها أو تتوقف مكانك. جميل، حديث كان شيق مهندس أحمد، شرفنا فيك في برنامج الحي يحييك، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في قادم المشوار. أكرر شكري وتقديري العميق لقناة سند الفضائية على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق دائما، ونتمنى أن نراكم في يوم من الأيام أيقونة في الإعلام العماني بإذن الله. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، على أمل أن نلقاكم في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.